خلينا نبدأ مع تاريخ الكبير لكابتن نور زكي بالتأكيد مع الطائرة الزملكاوية والمصرية صفة عامة. كلمنا على البدايات خالص بقى، كانت ازاي؟ تعال نرجع للذكريات. هنقول لحضرتك على حاجة، أنا بدايتي زي ما المقدمة إن أنا بدأت كرة قدم سنة 58، كنا بنلعب كأس المصر في عابدين وأنا من عابدين، وكأس المصر ده كرة شراب وكده وبتاع، والكابتن علي شرف من أهالي عابدين وهو مدرب نادي الزمالك فشافني بلعب فخدني طبعا معاه طبعا نادي الزمالك، ولعبت 3 سنين كره قدم وكنت اساسي لعيب كره قدم كويس جدا جدا، والكابتن محمود حسنين دلوقتي حاليا ربنا يديله الصحه وطولة العمر كنت بلعب جنبه وعارفني كويس وكده. وبعد كده شفت الكابتن محمود الفرنواني بقى سنه 91 في النادي الجديد بيمرن فولي حاجات غريبه، بصيت لقيت نفسي نزلت فبقول لي بتلعب كره طايره؟ قلت له يعني لعبتها في المدارس، فرفع لي الكوره عادي، لما رفع لي الكوره لقيت نفسي بشوط. بشوط ازاي ما اعرفش. قال لي الله انت لعبت؟ قلت له لا، احنا انت عارف حضرتك زمان المدارس كانت بتعلمك يد وسله وطايره، يعني انا مثلا زميلي محمد ابو العز لاعب الترسانه في المنيره الاعداديه دوت احسن لعيب كره سله في تاريخ مصر على مستوى المدارس. كان لعيب سله رهيب، وكان بقى بيمشي يعني كل يمسك الكوره من نص الملعب. يا ريت والله نرجع نعمل كده ويبقى فيه تعليم. فكان مدرسين التربيه الرياضيه بيعلموا جميع اللعبات، يعني تلاقي اللعيب الكره الطالب في المدرسه بيلعب سله وطايره ويودي ليه العاب الصالات اللي انت مسؤول عنها. فكانت حاجه يعني، فلقاني بشوط قال انت بتلعب طايره؟ قلت له لا انا لعيب كوره. فكلم الكابتن علي شرف وخدوني بقى ولعبت، وبمسافه سنتين قال لي انت بمسافه سنتين هترشح لبطوله لعيب منتخب مصر وكده. هو الاب الروحي اصلا للكره الطايره كابتن فرنواني. طبعا طبعا طبعا. وانا اتمنى يعني من المستشار مرتضى منصور ان يعمل له حاجه، لان هذا البني ادم او هذا الرجل مرن 4 منتخبات وطنيه عملوا له صاله كبيره باسمه في كندا. مره منتخب كندا ومنتخب ليبيا ومنتخب يوغوسلافيا ومنتخب مصر. وانشا الكره الطايره في نادي الزمالك، واتمنى ان مثلا يتعمل له حاجه تليق باسم الكابتن الفرنواني. وطبعا المستشار مرتضى منصور طبعا يعني دي حاجه مش بعيدة عنه. فان شاء الله كده نشوف حاجه كده باسم الكابتن محمود الفرنواني، حتى ملاعب الكره الطايره مجمع الكره الطايره ده يبقى اسم الكابتن الفرنواني، ده حاجه ان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله.